طيب بنتي. ألو نعم. عرفنا مكان شاهيناز خان ومعدنان بيك، وبتعرف مين الشخص اللي زار اليوم؟ أكرم أكسوي. قلت لي أكرم؟ بدي منكم تخبروني بكل خطوة بتخطيها وما بتفارقوها أبدا، فهمت؟ حاضر يا بيك. بلاقيك هون خير إن شاء الله. شو ما عاد بده اياك عدنان؟ يلي ما عاد بده ياني نورة خانو. طلعت من المصح وبده ايانا نتطلق. مو هذا يلي بدك اياه من زمان؟ تخلص من مرتك وتخلص من عدنان كولكاي، مو صح كلامي؟ قبل ما اخلص من عدنان ما رح طلق مرتي بنوب. اصحك تخلي انتقامك من ابوها على حساب مرتك. في مرة ساكنة ببيت عدنان حامل بابني، قبل ما اخذ هاد الولد ماني طالع من عنده. انا ما عم بفهم، انت بتحب مرتك ولا المرة يلي حامل بابنك؟ لا تشغل بالك بالموضوع. هلأ شو رأيك نبلش ناخد حصصنا من الشركة؟ Francs, please. Keep the change. كنت عم أفكر فيكي. معناتها القلب على القلب. صرتي منيحة نورة؟ ايه منيحة كتير. عم حاول انه اطلع من كل ضغوطات الحياة وعم شوف فيلم بيسلي كوميدي. ايه حلو كتير. من قبل ما كنت اضحك على الشغلات يلي بتضحك، بس لما بيكون موقف كوميدي وبتضحك من قلبك بتحس احساس حلو كتير. هيك لازم نعيش معه برواق وبساطة. الحياة حلوة كتير نورة، والحل بإيدك. الضحك والبكى بس بإيدك أنت، يعني أنت يلي بتقرري. اللحظات الحلوة بتروح وما بترجع. مزبوط، مشان هيك قررت غير كل حياتي وطلبت من جود أنه نتطلق. شبك ليش سكتت؟ بجوز هلأ انت صرتي بتعرفي مين بتحبي ومين لا. تعرف شو؟ حاسة انه رجعت نورة يلي بحبها. طيب بعدين بشوفك ومنحكي. يلا باي باي. مين عم تحكي؟ مجرد صديق، ليش عم تسأل؟ أنا بدي إياكي نورة. جود أنا حسمت الموضوع وأنا لازم كون أدو لهالقرارات. وبلكي أنا ما قدرت أعيش بدونك. ما
بس انت ما جربت لتعرف اذا بتقدر ولا ما بتقدر. وانت رح تقدري تكوني قوية وتعيشي بدوني؟ على الأقل إذا ما قدرت ما رح حس بالوجع. كل شيء عشناه سوا رح أتذكره بضحكة، مو أحسن هيك؟ في شغلات كتيرة ما قدرنا نعملها سوا، هذا اللي صار. أنا معك ما حسيت لا بالأهمية ولا بالاحترام، هي هي الحقيقة. اللي برأيك هاد ما بيكفي لنتطلق؟ يمكن أنا ظلمتك كتير، بس لازم تعرفي كمان أني أنا ما رح أتخلى عنك. جود لا تمثل، أنا بعرفك منيح. بعرف أني غلطت بحقك وجرحتك، بعرف، أنت كنت بحياتي مجرد غلطة وبتمنى لو ما عشتها، غلطة كبيرة. تعرف أني عم أشكر الله كتير لأنه خسرنا هالولد لحتى ما نستمر مع بعض أكتر. هذا أنت؟ أوعك تفكري إني تراجعت. ما رح أسمح لحدا يكون قبل ابني طول ما أنا عايش. لسه لهلا عم بتقول إنه ابنك؟ بكفي جود، خلص بكفي. ما بكفي يلي عملته فيني؟ تركنا بحالنا وخلينا نعيش مبسوطين، وأنت كمان عيش حياتك، شو بدك؟ بدي الحقيقة وبس. هالولد بس يولد كل شي رح ينكشف، وقتها أكيد رح نتحاسب.
ملك؟ شوفي ليش هيك عم ترشفي؟ ما عم برشف. كيف يعني ما عم ترشفي؟ شوفي حالك كيف عم تتنفسي. حالي شفت كابوس وخايفة منه. امتى بدنا نطلع من هالبيت؟ نامي بعدين بنحكي بهي القصة. أنا كتير خايفة ومرعوبة. خلص لا تخافي، تعي لشوف أنا جنبك. لا تخافي من شي وأنا معك، مفهوم ملك؟ يا الله منك يا الله منك يا معلم رشاد، انت ما بتخاف على حالك؟ شو قولك شغل فوق على السلم هلا؟ انزل لتحت. مين بده يشتغل هالشغل يعني؟ سمرة خانم انا مجبور اشتغل بايدي. انت مجنون شي، هلا بتوقع وبتكسر ظهرك وشغلات تانية كمان. طيب خليكي واقفة تحت، اذا وقعت بتسلقيني. ليش بحسن امسكك؟ ايه والله بتفلصني وبروح فيها. طلع فيني، اتيابك رقيقة وهلأ الهوى بيلفحك لفح. لا أنا متعود على هذا الهوى، بس بحظي بديني رح فوت على الجنة من وراكي. لك ما بيفوت لسانك جوات حلقك. ايه منيح يلي قاعدة معك خرفان. لو بتجيب جهاز وهيك يعني ترررر وبتقطع هدول وبيهروا على الأرض. ولك حيلعوا قلبك حاجتك، بقى فوتي لجوا خليني أعرف كمل شغلي. اعمل شو ما بدك، قال عم فكر فيه. قال لك انت ما في حدا تاني غيري تفكري فيه يعني؟ ليش مين إلنا غير بعض معلم رشاد؟ طلع حواليك، طلع طلع طلع، مين فيه؟ ولا حدا ولا حدا. وإذا صار لك شي مين غيري بده يركض فيك؟ ما في حدا. الله يحميك، إذا وقعت ومتت بروح على البلدية وبحجز لك قبر وبجيب الشيخ وبنقبرك وبدفنك بالتراب وبرجع بعمل لك عزا وبضيف على روحك. يا زلمة شغلتك شو عويصة؟ يبعث له قصة لسانك شو بتلعي. يعطيكم العافية. هاي أهلين ملوكة، شلونك يا حلوة؟ بنتي لقيتوا لأبوكي؟ لا لسه ما لقينا. خالي بدي أحكي معك بموضوع فاضيلي شوي هلأ. آخر فاضي نازلك. انتبه على مهلك. ماشي هاي نزلنا شوي شوي على مهلك. منيح لي ما صار. برجع بكفي بعدين. الحمد لله. تاي خالو تاي. يلا فوتوا السحب اليوم يا نصيب. اشتري بطاقة؟ ايه بابا. يعطيك العافية، اعطينا نص بطاقة لنجرب حظة لهالبنت. يلا يا امو اسحبي واحدة هلا وجيبي الحظ لابوكي. يلا حبيبتي اسحبي، والله انا بتفائل فيها كتير، ايدها محظوظة. اكبر حظ للاهل هن اولادهم. ايه 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 مزبوط، ولما بيكون عندك بنت بتكون عن جد محظوظ. الله لا يحرمكم من بعض. الله يسلمك. يلا حبيبتي شكرا. السحب اليوم. خالي بدي استشيرك بموضوع وبدي مساعدتك، حاسة حالي ضعيفة وعاجزة. خالو اللي ما بيلاقي حدا يفضفض له همه تسود الدنيا بوشه. احكي لي لأشوف، أنا خالك وبيت سرك. خالي لما تعرفت على علي بصدقني ما كنت بعرف إنه بيقربه لجود. جود؟ الولد بيكون ابنه لجود. جود مو هو نفسه جوز بنته لعدنان؟ لا ما والله ما عم صدق. شو الحكي اللي عم تحكي لك يا بنت؟ علي بيعرف كل شي من الأول. كنت بدي روح وأتركه بس ما قدرنا لأنه تعلقنا ببعضنا كتير. بدل ما يكرهني ويبعد عني وقف جنبي بقوة ودعمني وأخذ بإيدي كل الوقت وأخذني على بيت أبوه لأنه بده يجاكر جود. وكمان هو كان واعد أبوه ورحت معه وما قلت له لا لأنه جود بالنسبة لي خلص انتهى. كنت بدي أثبت هالشي لعلي ولفهم جود إنه انتهى من حياتي. والكل بيعرفوا بهالقصة ما عدا أبوه عدنان بيك. وهي أنا هلأ عرفت كمان، ما هيك؟ خلص طالما أنتوا اتنين رضيانين وين المشكلة لك خالو؟ هلأ المشكلة إنه
جود عم يضغط علي عطول. جود وين ما شافني عم بيلاحقني ويهددني وعم بيقول لي هالولد إلي وبس يولد بدي أخده منك. أنا ماني قدرانة أقول له لعلي، لأنه بتعرفه لعلي عصبي بده يجن. بعرف 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 ابن أختي وعصبي كتير، بعرفه عصبي. خالي أنا كتير خايفة، خايفة كتير يصير له شي لابني، وبنفس الوقت خايفة يصير شي مو منيح لعلي. أنا بحبه لعلي، كنت بدي نكون عيلة سعيدة مو أكتر، ونربي ابننا سوا. أنا عم أطلب شي المستحيل. أخ منك يا علي أخ، شو إلك شغل هنيك؟ وشو هالعناد وشو هالتحدي البلا طعمة؟ معقولة في هيك بشر؟ الإنسان دائما بيشتكي إنه ناقصه شي بحياته، بعمره ما اشتكى إنه ناقصه شي بعقله. وكمان بابا إجا على عرسنا وشاف أهله لعلي ونقهر وعم بيعاملني كأني ماني بنته، وما عم يحكي معي من يومها. لقيته ورحت لعنده بس ما رضي يفتح لي. يا خالي بتصدق؟ معلش أبوك الحق معه هلأ وبده وقت ليروق. كتير ندماني هلأ، الغلطة اللي غلطتها مع جود عم ادفع ثمنها كل يوم ومو قدراني اخلص منها. عم اقزي كل يلي بحبهم، وعم اقزي حالي، وعم اقزي علي خاله. يا ريتني حبيته لعلي من الاول. ماشي ماشي، يا ريت خبرتوني من زمان. لك ليش خبيته علي كل هالمشاكل؟ ليش ما خبرتيني من قبل؟ كنت لقيت 100 طريقة لأمنعكن تروحوا لهنيك. أخ منكن أخ أخ أخ. نتائج الأبحاث اللي بين إيديكن بتثبت تفوقنا. إيه أكيد. وطبعا في ميزات ما حدا عم يأمنها، ولازم نستغل هي النقطة. والشغلات اللي عجبت الناس رح نعمل نسخ منها ونعمل لها حملة دعائية كبيرة، يعني رح ندخل مفهوم جديد للعطلة. شو رأيكم؟ وطبعا كله مجرب. فكرة كتير حلوة، أنا برأيي لازم نبلش بتنفيذها فورا، عجبتني كتير. قلي بالأول، أنت مقتنع بقدراتي؟ برأيك رح ينقذنا هذا المشروع؟ طبعا مقتنع بقدراتك. إيه جود بيك؟ شو اللي ذكرك فيني بعد كل هالسنين؟ خلينا نفوت بالموضوع دغري، أنا عندي خبر لألك رح يخليك فوق. احكي. شركة كولكاي أكبر الشركات اللي بتعمل مشاريع، هلأ هي عم تغرق وتنهار. شو عم تقول؟ بآخر مشروع للشركة خسرت كتير. حاجتك بقى، عدنان كولكاي باسمه الكبير كيف بده ينهار؟ كل شخص بالدنيا عنده نقطة ضعف. وشو السبب؟ السبب بسيط، الشركات العائلية بيستمروا 3 أجيال وهي الشركة رح تغرق بالجيل الثاني. فهمت عليك، يعني الابن يلي ما عنده خبرة هو يلي رح يخرب الشركة. بالضبط هذا هو، بدي منك تنشر هذا الخبر بسرعة. ايه لا توصي حريص، رح يصير مثل ما بدك وأكتر. بس في شيء كتير محيرني، انت شو مصلحتك؟ خلص ماشي، فيك تعتبر الخبر انتشر. انتبه واصحك تخبر حدا عني. ولا يهمك. لا يا زاهدة، هاي المرة لازم تتحاسب. ما بدي اياك تعمل شي، لا تورط حالك بالمشاكل. اذا ما عم بتفكر بحالك فكر بابننا. رح اعمل هيك كرمال علي، مو بسبب شاهيناز ابني انحرم من امه وانا انحرمت منك كمان، واحلى سنين حياتك قضيتيها وانت عايشة بين 4 حيطان. لا انا مستحيل اقدر سامحها. شو رح تستفيد وشو ممكن يتغير؟
إذا إلي خاطر عندك لا تعمل هيك شي عدنان. أنتي لا تشغلي بالك زاهدة، بعرف منيح شو عم ساوي، وثقي فيني. ألو. ألو أكرم، كيفك؟ أنا زاهدة. صاير شي زاهدة؟ صوتك مو عاجبني بنوب. شاهيناز مع الأسف ما انحبست أكرم، قدرت تنفذ من السجن. كيف نفدت؟ ما بعرف، ميسون شهدت شهادة زور، كل وقاحة كذبت قدامي. وليش عملت هالشي برأيك؟ ما بعرف أكرم. تتذكر مرة لما بعتت لشاهيناز الفيديو تبع ميسون؟ لازمني هاد الفيديو، بدي اياك تساعدني. للأسف ما رح أقدر، لأني من زمان مسحته. مسحته؟ وشو اللي خلاك تعمل هيك شي أكرم؟ كان هذا دليلي الوحيد. عم قلك مسحته، أنا ما فيني ساعدك بشي. جاي. تفضلي. مرحبا. يا أهلي. أنا كنت رفيقتها لجيدة بالمصح، بقدر شوفها لبنتها أيلول شوي؟ والله هالمسكينة أيلول أخدوها، إجوا موظفين من الخدمات الاجتماعية، يمكن أخدوها على ميتم. عدنان، كيف فتت على البيت؟ كأنك كتير مستخفة فيني شاهيناز. ما فيك تهربي مني، الأبواب مقفولة وكل رجالي واقفين برا. اللي انت شو بدك مني؟ بالأول لازم تجاوبيني، بعرف انه أكرم اجى لهون، عشو عم تتفقوا اتنيناتكن؟ على شو بدنا نتفق عدنان؟ لا تجاوبيني بسؤال، تعرفي منيح أنا شو بدي. ولا شي، ما عم نتفق على شي بنوب. يلا روح البسي، بدنا نروح. لوين؟ ألو، أنتي وين مختفية؟ كنت عم دور عليكي. لازم أحكي معك زاهدة، أنا واقفة برا، طلعي فورا. ماشي، جاية ما رح طول. ليش عملتي هيك ميسون؟ وليش كذبتي بالمحكمة؟ القصة يا خانم مو مثل ما لك مفكرة، هنن هددوني بالقتل، وكمان قالوا بدهم يقتلوكي لألك، وانجبرت أحكي هيك بالمحكمة. مين هو اللي هددك؟ يلا قولي. أكيد شاهيناز هي اللي هددتك. لا مو هي. مين اللي كان هددك؟ أكرم بيك هددني. أكرم ما بيعمل هيك شي، مستحيل إني صدقك زاهدة. أنا ما في يوم كذبت عليكي بأي شي، وهلأ ما عم كذب صدقيني. أنا بالشي اللي عملته كنت عم حاول ساعدك، سامحيني. الله يوفقك.
عفوا لا تأخذيني، خليتك تستني. تفضلي عادي، تفضلي عم اسمعي. بصراحة في بنت اسمها ايلول وانا بدي اسأل عنها. ايلول؟ هي البنت اللي اجت جديد. تفضلي. انا بعرف المرحومة امها ووصتني انه ارعاها وربيها، وعندي امكانيات وبدي بلش بالاجراءات بسرعة. طيب جيدة خانم بتقربك شي؟ لا، هي بتكون رفيقتي وقبل ما تتوفى وصتني فيها. يعني اهتميتي بأيلول لما جيدة خانم كانت عم تتعالج، مزبوط؟ لا ما هيك القصة. خليني أوضح لك، نحنا أنا وجيدة تعرفنا بالمصح. أنا تعالجت لفترة قصيرة بس طبت وما فيني شي هلأ. فهمت عليكي. نحنا منتشارك مع العيال اللي بتتبنى بالعادة، وحتى منساعد بالمصاريف. المهم عنا الأطفال يعيشوا ببيت دافي وظروف صحية تكون مناسبة لإلهم. أنا مستعدة أمن لهاي الظروف كلها. فهماني. طبعاً بس نحنا كمان عنا مسؤوليات كبيرة تتعلق بالولاد وفيكن طبعاً. يعني نحنا مناخد بعين الاعتبار إنك كنتي موجودة بمصح نفسي. بس انتي عبيلي هالاستمارة بالأول ونحن منقيم بعدين. تفضلي. تمام. كل يوم عم بتطلع السما بس أنا ما عم بقدر شوف أي شي خالته نورة. وانتي شو حابة تشوفي؟ بدي شوف أمي إذا هونيك. بس هي أكيد عم تشوفك. طب هي ليش تركتني الولاد صغار بينتركوا خالته؟ طبعاً ما بينتركوا، بس هي مو بقصدها تركتك. ما بيصير، هي تركتني وبعد شوي انتي رح تتركيني وتروحي. ما بيصير تعملوا هيك. بس أنا رح أرجع لعندك. خديني معك خالة نورة، أنا ما بدي أبقى هون، هذا المكان مو حلو بنوب. يا حبيبتي أنا كمان بدي أخدك معي من هون، بس في مشكلة صغيرة كتير وإذا قدرت حلها بدي أخدك فوراً. بس بدي أعمل كل جهدي لحتى حلها. اتفقنا؟ اتفقنا. عفواً يا آنسة، بدون قصد سمعت حديثكم، لا تؤاخذوني. إذا عن جد أنتوا حابين تبقوا مع بعض أنا بقدر ساعدكم بالقصة. شكراً بس أنا بقدر حل هالشغلة لحالي. مثل ما بدك، بس أنا قلت لحالي بساعدكم إذا بدكم تقضوا اليوم سوا. عمو ليش أنت مدير المدرسة؟ لا مو المدير، بس أنا بعرف المديرة كتير منيح. إذا عن جد بتقدر تساعدنا ساعدنا يا ريت. خلينا نجرب. شو عم تعملي هلا أيلول؟ عم أدعي إنه تزبط. عن جد؟ يا روحي أنتي. أكيد عمو رح يحل ويساعدنا، لا تخافي. عدنان لوين بدنا نروح؟ ليش ساكت؟ جاوبني عدنان، عم بسألك لوين؟ عن جد ماني عارفاني كيف بدي اتشكرك. ولا يهمك بنتي. اخذت لك اذن ليله واحده بس وبكره لازم ترجعيها. ماشي ماشي، ما رح انسى. عفوا اذا ما بتاخذني بدي اسالك سؤال، حضرتك ليش هون؟ عندي زياره. انا عشت حياتي وحيد وانحرمت من امي وابي وبيجي لهون لشوف الاولاد لانه شوفتهم كتير بتريحني. هلا حضرتك عندك اولاد ولا ما عندك؟ بلا عندي بس بعاد عني هلا. ان شاء الله بتلتقوا بأقرب وقت. الله يسمع منك بنتي. شكرا لك مرة تانية. الله معك.
طلع. أهلين جولي. أنا شايفة إنه هذا المشروع رح يساعدنا كتير. أنت شو رأيك باللي عم تقوله؟ مزبوط طبعا. أكيد رح يساعد. وأنا هيك رأي. عدنان بيك كان مخبي هالأرض للأيام الصعبة. أنتوا أخذتوا إذنه؟ وفي أصعب من هذا الوقت؟ وبعدين ليش لحتى أخذ إذن؟ نحن هون تماثيل شي؟ شوف جود، هاي الأرض بهذا الشكل إذا قيمناها ما إلا أي قيمة أبدا، بس إذا عملنا عليها مشروع مدروس وقوي ومنيح رح نربح كتير ونخلي اسم كولكاي بالعالي. وبعدين أنا برأيي إنه فكرته العالي ممتازة. حلو كتير، فكرته بشكل ممتاز، بس ما سألتوا حالكم ليش نحنا ما فكرنا بهالشي من قبل؟ بالتوفيق شباب. ألو، مرحبا ركان بيك، أنا حابب شوفك ونتعشى مع بعض اليوم. حجز لنا بمكان حلو ومرتب. ايه منيحة الساعة 8. ماشي ماشي، اتفقنا، بشوفك. ليش اجينا لهون؟ يلا انزلي. عم قلك انزلي. نحن شو قلنا شغل بهالبيت؟ شو بدك تساوي فيني عدنان؟ ما بتقدر تحبسني هون. ليش؟ مو انت اللي حبستي زايدة هون 20 سنة؟ بلكي بتحسي شوي باللي حست فيه. شكري ربك لأنك بتكوني إما لبنتي، وإلا كنت دفنتك بأرضك هون. ما بتقدر تعمل هالشي، ما رح أسمح لك. انت مو طالع بيدك تعملي شي، حاولي إذا كنت بتقدري. عدنان لو سمحت، لو سمحت لا تعمل معي هيك. عدنان، عدنان لا تعمل معي هيك. عدنان افتح الباب، افتح الباب عم قلك. عدنان افتح الباب، افتح، طلعوني من هون، طلعوني من هون. جايين نصطاد سمك؟ لا، بس إذا بدك بناكل سمك. طيب كيف تعمل طول السمك؟ كيف يعني؟ ليش أنتي من قبل ما أكلتي سمك؟ لا. طيب أنا اليوم بدي ذوقك السمك. مرحبا، وين فيني لاقي محمد؟ الرئيس ما بيكون بهالوقت، بيجي المساء. بالله؟ ماشي، شكراً كتير. أهلا وسهلا. أنا بتوقع إنه هذا المشروع بده يحل كل مشاكلنا. ألو. نعم. كيفك محمد؟ نحن إجينا وما لقيناك. مين أنتو يعني؟ أنا ورفيقتي الصغيرة. ليكي أنا بالشركة. فيك تطلع. خلص بطلع بعد شوي. ماشي، عم نستناك، لا تطول. خير شريك؟ كأنه في حدا مهم عم يستناك. لا، نورا مرقت لعندي واتصلت لأنه ما لقتني.
نورة مرقت لعندك. هي من وقت ما طلعت من المصح تغيرت فيها كتير شغلات. مثل شو يعني؟ شو بيعرفني؟ امبارح فجأة قالت انه هي بدها تتطلق من جود. كأنك بتعرف ما هيك؟ لا ابدا، بس احيانا بتمرق لعندي لما بتكون بحاجة صديق وبتشكي لي همومها مو اكتر. قلت لي لما بتكون بحاجة لصديق؟ حلو. بالضبط. اكيد ما في شي تاني فلا تخاف. محمد انا ما بخاف منك. مسكينة هالبنت ما شافت ولا يوم حلو. ولازم السمك يعيش بالبحر عمو؟ هدول خلص عاشوا حياتهم ونحن هلأ عم نعيش بفضلهم. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني منبيعهم وبنشتري أكل بحقهم لأولادنا. مرحبا. أهلين. شو اسمك يا حلو؟ أيلول. أيلول؟ ليك العم داود بفضل هالسمكات عم بيربي ولاده، بيشتري لهم كتب ودفاتر وتياب كمان. يعني أي حدا فينا بيقدر يصيد سمك، حتى أنت. بس أنا ما بعرف صيد سمك. بعلمك إذا بدك. عن جد عم تحكي؟ أي عن جد. أنا محمد. وهي خالتة نورة. أي أنا بعرفها لخالتك نورة. بجوز عمو محمد يطعمينا سمك، ما هيك عمو محمد؟ ما بعرف صيد سمك بس أنا جعت كتير. عن جد جعت؟ إذا هيك لكان رح أعملكن أطيب أكلة سمك. اتفقنا؟ اتفقنا. خليتك تستني كتير. مو مشكلة بس جعنا شوي. يلا لكان قوم. يلا خدي لشوف. لا توعدي حدا المساء، بدنا نروح نتعشى. تعالي حبيبتي. مرحبا خالتو سمرة. أهلين ابني علي. وينهم؟ دورت عليهم وما لقيت حدا فيهم. ليش في حدا بيخبرني بشي؟ الأفندية تبعك والأفندي تبعي راحوا. لا ليك نستنى، قصدي الأفندي تبعي، بقصد مديري يعني معلمي. لا تفهمني غلط. طيب رح أتصل وشوف وينهم، لوين بدهم يكونوا راحوا. إيه شو عليه، اتصل. بهدلت حالي.